أنا الطالب محمد عمر عبد السلام اليعقوبي، حصل على معدل 79.9. عبد الرحمن أيمن البرعاوي، المعدل 75. عماد رائد أبو فنونة، مدرسة فلسطين الثانوية للبنين، حصل على معدل 86.3 الفرع العلمي. طالب محمد أمين محمد علي غزال، معدل 88.9. كلية تكنولوجيا المعلومات، قسم تطوير البرمجيات في الجامعة الإسلامية. أنا التحقت في الجامعة الإسلامية في تخصص البصريات إن شاء الله. أنا التحقت بالجامعة الإسلامية في تخصص تكنولوجيا المعلومات، الحوسبة المتنقلة وتطبيقات الأجهزة الذكية في الجامعة الإسلامية. كانت الأجواء رائعة طبعاً في الاستقبال، وكان في كثير من الطلبة الخريجين اللي ساعدونا في التوجه واختيار التخصص اللي بدنا إياه. أجواء الاستقبال يعني كانت رائعة، ويعني في طلبة وخريجين فادوني. كان الاستقبال الأجواء رائعة، وفي كثير من الطلاب الخريجين استفدت منهم وعطوني يعني معلومات. كانت أجواء الاستقبال ممتازة جداً، يعني الخريجين وجهونا كل واحد حسب تخصصه.